باش نحكيو على واحدة من الشخصيات التونسية العامة اللي أعلنت مؤخرا ترشحها للانتخابات الرئاسية. باش نحكيو على فنان الراب كريم الغربي المعروف كدوريم. الترشح متاعو طبعا عمل ضجة كبيرة في الوسط التونسي. شنو رأيك؟ لا رأيي أنا نشوفها مهزلة كبيرة برشا كل صدق. يعني أي واحد عنده فلوس يترشح للواحد الرئاسة مش هي أمانة قبل كل شيء فهمتي ولا وما هيش لعبة. يعني مش مرة كل مرة جاينا بحكاية اللي يحب تونس ما يعملش هكاك. أنا نرى إن هذه معناها لازم تتم مراجعتها الحكاية هذية فهمتي ولا ويلزم تكون حتى يعني الإنسان العاقل ما يقبلهاش. معناتها وين المشكل؟ شنو اللي يخليه معناتها ما يكونش رئيس جمهورية؟ اي مشكلة مش نسألك يعني. تو دونتيست ينجم يعمل عملية جراحية لواحد مريض بالمعدة؟ نجم ولا؟ سياسة راهي لازمها سياسة ولازمها ناس عندها تجربة نتاع 20 30 سنة مش حاجة سهلة راهي أمانة عندك نتاع عباد من الصغير للكبير فهمتني؟ مش عندك طرف فلوس مش في بالك مش حكم بلاد مافيا احنا نعيشوا في تونس؟ يدي تونس راهو حكموها رجال بالرسمي هذا رايي راهو ما عنديش معاه حتى اي مشكله وانا ما نسمعش الراب ومع الباليش بيه انا بكل صدق. ما انسان يبدا مثلا صافي سعيد ما شاء الله عليه مثلا الرئيس تاعنا قيس سعيد شكون اخر يا ربي ثم برشا عندنا برشا رجال في تونس. اذا انت معناتها ضد انه مثلا نقولوا فنان نحكيوا على الوسط فنان الفني محترم. ينجم فنان يترشح ويكون رئيس كبير يكون فنان عنده سي في كبير ينجم يكون هو موهوب لكن دكتور في حاجه اخرى فهمتني. مش مشكله مع الفنان مش مشكله مع واحد يعني مجتمع مسلم نحن محافظ شوف يتصوروا بالله انا كيش باش نقبله انا ولدي معناه باش يشوفوا كيف مع شكون متصور يقول هذا رئيس كيفاش باش يطلع في راسه بكل صدق يعني فهمتني. مرسي على اي ثم شكون يقول لك انه حظوظه باش تكون كبيره وباش يكون منافس قوي لرئيس الجمهوريه قيس سعيد خاصه من طرف الشباب. شنو رايك؟ مستحيل هو قاعد يدفع في الفلوس فهمتي قاعد يشري في الاصوات هو كيما نبيل القروي يعني هكا جايب اما راه ما ينجحش مع التوانسه مستحيل. سليم الريحي اقوى منه ما نجم يعمل حتى شيء. الشعب التونسي ذكي راهو ما تعداوش الحكايه دي ياخذوا ما عنده فلوس كل شيء من نهار الصندوق يبعثوه تاكد منها هذه 100%. شنو هي مواصفاتك لرئيس الجمهوريه؟ معناتها كيفاش ينجم يكون قائد الدوله قائد الشعب؟ والله انا شخصيا مع قيس سعيد ودعم قيس سعيد ان شاء الله ربي يوفقه يعني هذا رايي انا الشخصي. اكيد معناتها فما حاجات تخليك تدعم رئيس الجمهوريه قيس سعيد الحالي وتدعمه في الموندا معناتها في الترشح نتاعو لولايه ثانيه. علاش؟ والله انا نرى في قيس سعيد قاعد يخدم لانه انا باش نعطيك مثال. انا انت خذيتي عطاء خذني هكا فارغ وبكل كريديات فهمت نعطيك مثال مثلا كريديات بالع شنو يلزمك تعمل؟ عاود تبني من اول جديد. معناها البناء راه مش تاع عام واثنين المهم ثم اسس ثم قوانين ثم دوله يلزمها ترسي ثم برشا حاجات فهمتي. معناها مش في ليله ونهار يعني ثم خراب صار في البلاد على 30 سنه 40 سنه فهمتي. ان شاء الله ربي يصلح الحال وكهو فهمتي وكهو ان شاء الله التوانسه ربي يهديهم الكل ويخدموا على ارواحهم وان شاء الله ربي ينجح الجميع خاصه الاعلام التونسي فهمتي ولا ايه سينو أبار الشخصية اللي كنا نحكيو عليها اللي هو كدوريم النجم ونشوفوا شخصيات أخرى هي منافسة فعلية وجدية لرئيس الجمهورية خاصة من الأسامي اللي تم طرحها. أنا رأي أنه أقوى واحد منافس لي هو صافي سعيد كل صدق بكل ما هذا رأيي الشخصي صافي سعيد زاد ما شاء الله عليه عنده برنامج قوي وعنده كذا وعنده يعني مريبيه برشا فهمت إن شاء الله تكون نزيهة واللي يربح صح عليه راه من الآخر اختار الشعب التونسي كادورين خويا كادورين يتعاملوا مسؤوليته فهمتني اختي. اما راهو الزوز هما في الاخر صافي سعيد وقيس سعيد في الاخر قيس سعيد. شفنا ايضا وجوه قديمه خاصه خلينا نحكيوا على وجوه معناتها النظام ما قبل الثوره وايضا حتى في العشريه الماضيه ثم وجوه سياسيه اعلنت ترشحها مع عوده الوجوه هذه للحكم من جديد. اسمع اخي هو مو تونسي عنده برنامج يحب يخدم ما عندوش مشاكل ما عندوش قضايا مرحبا به. علاش الاقصاء اختي عليه؟ يعني ضد الاقصاء اي واحد مرحبا به باش تخدم تونس مرحبا به. الصندوق هو الفيصل هو الفيصل شمك فيه والدين واموره زاد باش يخدم البلاد احنا ما حاجتنا بعد شيء باش يخدم البلاد وكا سنه نظيف مرحبا به.
معناش حتى اي مشكل.